اختتم مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية في نسخته 32، اختتم ففاعلياته بحفل للمطربة مي فاروق على مسرح النافورة بعد أن حقق نجاحا كبيرا على مدار 13 يوما. قدم المهرجان مجموعة من الأمسيات والليالي الثقافية لكبار الفنانين والمطربين والملحنين وسط حضور جماهيري كبير وبحضور وزير الثقافة أحمد فؤاد هانو وعدد من قيادات الثقافة. النهارده موجودين في حفل الختام لانها مسؤوليه كبيره جدا، وكلنا بنحاول نبقى نقدم يعني شكل يليق ببلدنا وعلى مستوى العالم العربي كله يعني، وان شاء الله يعني الناس يعني تتبسط وتبقى شايفه ده وواصل لهم ده يعني ان شاء الله. انا بحب الفن العربي والمصري الاصيل لانه أنا من هواة أم كلثوم، عبد الوهاب، عبد الحليم، بس يعني وبعدين بحب مي فاروق قوي، معجبة بيها وبصوتها جدا. مش أول مرة إن أنا أجي مهرجان موسيقى العربية، أنا كل ما بيبقى عندي فرصة إن أنا أحضر مهرجان لا باجي ودايما بحضر وما بخسرش وقتي او مجهودي ان انا اجي احضر، لان هي بتبقى دايما كل سنه بتبقى متميزه عن السنه اللي قبلها. مش اول مره احضر، دي ثالث مره احضر السنه دي. في كام حاجه مميزه قوي، الريد كاربت خطيره، الفايبس بتاعه المهرجان كله رائعه جدا. حضرت يعني الحفله دي حفله مي، حضرت خالد حماد وعبير نعمه، حضرت زبادي ومحمد محسن، الحفلات كلها رائعه، فيها مجهود جبار، فيها ناس بتحب اللي هي بتعمله، فدي حاجه جميله جدا يعني. احنا مبسوطين جدا من وزاره الثقافه وانشطه وزاره الثقافه مؤخرا بالمهرجانات الجميله اللي بتتعمل في مصر، ومهرجان الموسيقى العربيه السنه دي حقيقي متنظم بشكل رائع جدا، وكمان نخبه من المطربين اللي حقيقي يعني امتعونا السنه دي.